السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. وياكم علي العراقي، حسوي جيم بلاي صغير للعبة مودرن كومبات 5. راح أدخل على النهاية كبار. طبعاً هذا السلاح فتحته قبل فترة قصيرة جدا. آخر سلاح. فوت على اللعبة، ألعب شغل إيمان. المهمة الأخيرة. طبعا التختيم اتأخر عندي او توقف بالقناة بسبب الحظر اللي شرحت عليه سابقا، اللي قلت لكم عليه. الحظر هو شو سوى؟ يعني ما يخلينا نقدر انشر فيديو اكثر من 14 دقيقة، يعني اذا 15 يقول لي محظور. لذلك هي الحلقة تحتاج 20-27 دقيقة، 32 دقيقة مرات تصير. لذلك وقفت التختيم، يعني اكمل من يرفع الحظر، بس حسوي النهاية، حصور النهاية مال مودرن كومبات 5 وشوية سالفة. خل نبدأ. طبعا دا اتأخر هواية، لأن عندنا تحويلة من منطقة إلى منطقة أخرى، يعني دا نحول من منطقة لمنطقة له، لذلك يعني دا اتأخر شوية على القناة. هاي النهاية مال مودرن كومبات، خل نشوف شنو يا بالله. ها ملاعب النهاية، الصراحة شفتوا بالبداية ما عندي نجمات. وين راح هذا هنا؟ وين مصاد؟ الدنيا ظلام. حلوة حلوة. الى اين؟ اي والله عندنا تحويلة من منطقة الى منطقة اخرى، لذلك اذا اتأخر بالقناة. هذا المكان اسطح المنزل، هذا قريب الاونلاين. تكورة. طيب انا والله مشتاق اكمل التختيم، بس شسه ما صار لي مجال. دي كتلة واشرات، دي كتلة. طبعا ذولا كلهم مدرعين، شلون عبالك حرس خاص؟ شنو هذا؟ لا تقول لي هذا جن مدرع. لا مو هو، مو هو. السلاح يعجبني بيه النشان. طبعا حرامات، يعني ما قدرت اكمل التختيم للاسف. وبالنسبة للفيس كام، والله اريد اضيف القناة، بس حاليا ما عندي هذا البرنامج اللي بيه الفيس كام، يعني لازم انزل روت وانتظر التحديث مال لولي بوب. من يوصل للنقطة 3 يقولوا علي حيسوي فيس كام، لان البرنامج الايزت اللي يصور بدون روت بيه هذا خاصية الفيس كام. فان شاء الله بس اصير عندي هذا البرنامج وبس تحدث قبل اضيف الفيس كام. بس اخلص من الحضر بعد راح اهتم هواي، يعني طبعا هنا المهم يقول لي لازم 6 طلقات بالراس، ما ادري 10. هذا المسدس اللي اريده خراب، الا حصل البارو. هاي الرشاشة من البارو في فين؟ اشنو؟ هي الى اين انت ذاهب؟ صار بي طيارات، راد لي بازوكا شي. ايش حسوي له؟ وين غليمان السابق؟ طبعا كلش تأخرت بالتختيم بسبب الحظر. لازم بالراس تقتلهم يا عيني، هيقتلوني. لا 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 لا، صدق كذيب، صدق كذيب. ما عندي طاقة بس لغوم، شو سبب اللغوم؟ اطلع ليك، اطلع. طلقة في الرأس، اطلع. طاقتي انخفضت. الرأس ما صار كم طلقة بالرأس. تكورة يلا امشي امشي. والله
حمص مشتغلينه. الخارطة مال اونلاين كلش صغيرة، هسه شلون حلوة كبيرة تختل هاي براحتك. وين مدوره؟ هو جال مدرع، هذا لازم تضربه بصدره. لك 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 لازم هنا ضربه على العلامة الصفراء. خربني خربني بعلاق الصاف. لا تكورة في خطر، موت موت. خربني كتني، لا كتني والله. كمل من يمه. احنا مو ذيك الوحش، استخدم ويا الوحش. اي اهم شي هاي الصفرة بصدره. طعموني فيه. موت. تم القضاء على الأول، هذا البعيد فرصة منا. يلا يلا حيحمي حيحمي حمي 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 حمي. طلقات لازم نحافظ على الطلقات هنا. يلا هرب هرب. تكورة في خطر وغير ينتهي. عاد العلامة صارت بمكان ال واخيرا واخيرا. سلاح شايل هذا يبغى لو يعطونا اياه. المفروض يجي تحديث نشيل السلاح. على فكرة يقولون اكو تحديث صيف القادم، يعني يضيفون ماب جديد، فد ماب مابين اسلحة متطورة اكثر. اتمنى يضيفون ماب بالغابة، اشجارها يعني حلوة. واكو احد الاصدقاء مقترحها يعني حلوة، يعني بالبتر في ذكية اماكن حلوة، غابة اشجار. شكرنا شكرنا بعد. تاكورا يلا وصلنا وصلنا السطح. استعراض استعراض اخينا استعراضات. استعد للالتقاط يا فينيكس. ها 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 طبعا هاي الطيارة ويانا والطيارة بيا هذا قاعد. ايش اسمه هذا اول شرير ايش اسمه؟ والله والله نسيت مكتوب اسمه بالصورة بالبداية. الله 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 طيارنا طبعا مات. ايوه ايوه هاي الصورة اللي حاطيها هسه تطلع هنا. هو هذا الطيار المقتول خطية. هو هذا ساندرز فينيكس ليس بالنسبة لي. ماكو تقطيع لمس شي قبل. هو استعراض قبل. براسه براسه براسه. بركب تضرب لي تقريبا. تروح ولي يا خائن. ايوه الخائن. اذا هاي النهاية مال مودرن كومبات 5. اتمنى عجبتكم. ماكو صندوق شي، ما يطون صناديق ابد ذولا.
شركة نحسة. مواصل. إذا اللعبة انتهت. I'm here. Can you see the visuals I'm sending through? Yeah. Thanks to the information you secured, key Gilman operatives have been. والله عشان كملت التخطيط مثل ما قلت، بس قناتي من انحضرت والفيديوهات تحتاج 20 إلى 24 دقيقة إلى 32 دقيقة مرة حلقة من الحلقات، فما أقدر أكمل للأسف. إن شاء الله من إن شاء الله حضر أكمل التخطيط، يعني عاجبني أكملها. يعني مراحل حلوة وهواي مراحل يعني غلست عليها، لأن وصلت تقريبا الفصل الرابع، يمكن الفصل الرابع إلى الثالث وقفت. التخطيط إن شاء الله كمله، يعني يجوز بشهر التاسع يخلص الحضر عندي بعد كوما. وإن شاء الله الفيس كام مثل ما قلت راح أضيفه، بس يتحدث النوت 3 إلى لولي بوب، بس يتحدث لين شيء يبد. هنزل أي زيت إذن اللعبة خلصت. ظلام الحرب الإصدار 1.2.0 فرقنا من مونتاج، يعني خلصت اللعبة شباب. ما التختيم والله شي تناوي كاملة، بس ظروف ظروف بسبب الحظر ينال أبو القناة 15 دقيقة ممنوع علي. وأيضا إن شاء الله فيس كام أضيفة إذا تحدث النوت 3 أي زيت، أنزل برنامج أي زيت اللي صور بدون روت، بس يشتغل على نظام اللولي بوب وبي فيس كام. خوش برنامج عجبني، انا شفته بهواي فيديوهات. وان شاء الله بس نحاول على البيت الجديد، هو ابدي الشغل والتعب على القناة، لان دا تاخر هو على القناة لان شوية مشغولين وتعب والله ما دا تعرفون حالتي شنو دي يصير. ان شاء الله كالعاب هواية وبرامجي هواية، بس صبروا علي. و حط لايك واشتراك للقناة إذا كنت جديد، وإذا كنت قديم اعطيني لايك. وشكرا للمشاهدة، شكرا للدعم، شكرا لكل شخص. كان معكم علي العراقي، تحياتي.